نبدأ قبل بعض الأشياء اللوجستية أيضا متعلقة إن شاء الله اليوم على الغداء سنعطيكم الجدول التدريس بالنسبة للمايكرو تيتشنج بالغد. هناك بعض أشياء لوجستية يتم التأكد منها قبل أن نعطيكم البرنامج. بالنسبة للمتوقع الآن يعني قبل القيام بالمايكرو تيتشنج بكرة بالتدريس التطبيقي إنه كل واحد نتوقع منه ومنها أن يعطينا خطة درس، يعني خطة للدرس أن تكون مكتوبة، ممكن تكون مكتوبة أو مطبوعة يعني كما تريدون، ولكن إذا كانت مطبوعة بيكون أحسن، تكون بالعربية خطة الدرس يعني الأهداف، يعني الصف الذي ستدرسونه، الأهداف، الخطوات المتبعة، الأشياء التي ستستخدمونها، ثم الخطوات التي ستقومون بها، يعني مثلا تسخين 5 دقائق سأقوم بالكلام مع الطلاب، سأقسم الطلاب في مجموعات، بعدين ما هي الخطوة الثانية، ما هي الخطوة الثالثة، وأيضا في النهاية يعني كيف ستعمل الختام. مهم جدا أن تكون العملية مدروسة بشكل أنه يكون في بداية ويكون في ختام وليس نقطع وسوري I am done يعني فأريد منكم يعني أن نعمل على هذا حتى يعني وتعطوني نسخة لي أو للدكتور محمد. ماشي؟ طيب كما قلت كل واحد منكم سيكون عنده 30 دقيقة يعني الوقت المحدد لكل هو 30 دقيقة ولكن أريد منكم أن تخططوا للدرس يعني ما بين 20 إلى 22 دقيقة يعني بحيث أنه مش نخطط للدرس 30 دقيقة وبعدين يكون عندي تسخين يعني كل شيء سينتهي يعني من البداية إلى نهاية الوقت هو 30 دقيقة فخذوا بعين الاعتبار موضوع التسخين وموضوع فالنشاط نفسه يعني التخطيط نخطط لشيء بياخذ حوالي 22 ل 25 دقيقة حيث الخمس دقائق الأخرى تكون ماشي. أي أسئلة؟ طيب فتكلمت مع الدكتور محمد وسنقوم يعني الدكتور محمد أو أنا سنكون موجودين يعني سنوزعكم في مجموعات سيكون هناك عدد من الزملاء موجودين في الصف للحضور وسيكون دكتور محمد أو أنا موجودين معكم باستثناء 2 من الزملاء لأنه حيكون في 3 مجموعات فسنطلب من 1 منكم أو 2 منكم أن يقوموا بدور يعني يلعبوا دور الدكتور محمد أو أنا وفي الحقيقة سنطلب في كل مرة سيكون هناك مايكرو تيتشينج سيكون دكتور محمد أو أنا وسيكون مطلوبا من 1 منكم ونحن سنقول لكم من هو هذا الواحد أن يكون مسؤولا أو تكون مسؤولة عن أخذ ملاحظات لإعطاء فيدباك للأستاذ الذي يدرس يعني أنتم بعد التدريس التطبيقي حتاخذوا الفيدباك من شخصين إما الدكتور محمد أو أنا وأيضا 1 من الزميلات أو الزملاء يعني نريد أن نشرككم في عملية إعطاء التوجيه والتقويم للزميل أو الزملاء فكل واحد منكم حيكون مطلوب منه في حصة من الحصص أن يكون مسؤول عن المراقبة أو الملاحظة وأيضا أن يجلس في وقت ما في العشاء أو يوم السبت في الصباح أو على القهوة يقعد مع الزميل أو الزميلة ويتكلم بعض يعني يعطيهم الأشياء بعض الملاحظات حول الدرس شو رأيكم بهذا يعني عملية إشراككم أنتم بالعملية ليس فقط وأيضا دكتور محمد وأنا حنجلس مع كل واحد ونتكلم معه عن الدرس فحيكون عندكم فرصة الحصول على التقييم من دكتور محمد أو مني وأيضا من 1 من الزميلات أو الزملاء سأعطيكم كل يعني من سيكون متى في أي ساعة مع من إلى آخره ماشي؟ أي أسئلة بالنسبة للتدريس التطبيقي اليوم في المساء إن شاء الله أيضا دكتور محمد وأنا سيكون عندنا مواعيد للقاءات الفردية وأيضا سيكون عندنا وقت غدا في الصباح لأن نحن لن نبدأ التدريس التطبيقي قبل الساعة 10 في الصباح يعني حنيجي نحن لهون 9:30 حيكون عندنا وقت أو حنطلع من الأوتيل بكرة إن شاء الله في حوالي 9:30 فهذا يعني أنه عندنا وقت في الصباح من الساعة 8 مثلا إلى الساعة 9:30 فالدكتور محمد وأنا سنكون أيضا موجودين لتعليقات ملاحظات كتابة خطة الدرس أسئلة إلى آخره في نحن التدريس التطبيقي سيكون في الصفوف تحت يعني حنعطيكم كل هذه المعلومات ولكن في نفس هذه البناء أوكي أي أشياء أخرى ملاحظات تعليقات لنا الكوبيز ممتاز هذا سؤال سكوت فور
copies. Show how, what is the, what can we do? We can, what do you need copies of? Make copies or anything. Anything, some, yeah, handouts for things like handouts, things. Over your lessons? Yes. Okay. We will give you an idea about how many students you will have, yeah. If you need them, just come to me personally, and we have, in the my office in the Kennedy Center, we have the capability to do that, so. Yeah. So, okay. We will help you with that. And انت عم تقول بالأوتيل, they do copies, come in. مسموح لك 50 صف. 50 copies, they can make 50 copies for free. So, if you don't use الأوتيل, we can, if you need color or something, then if you need to do color copies, you can do it بالأوتيل. فا, okay, ماشي؟ okay. فنحن يعني هذه الأسئلة اللوجستية احكوا معنا واحنا حنأمن لكم إياها هذه. ماشي؟ أي أسئلة أخرى؟ طيب اليوم إن شاء الله يعني خصصنا اليوم لعدة قضايا. حيكون عنا الكلام حول, في البداية أريد أن أستمر في الكلام قليلا حول موضوع القراءة, ثم سننتقل إلى موضوع التقييم والامتحانات والكلام عن موضوع الامتحانات, ثم سنقوم بمناقشة عامة حول موضوع إدماج الثقافة وتدريس الثقافة وإدماج الثقافة في التدريس. في فترة بعد الظهر إن شاء الله سنتكلم عن موضوع استخدام المواد الأصلية, وسنتكلم عن موضوع الاستماع, تدريس مهارة الاستماع والعمل على تطوير استراتيجيات الاستماع. ماشي؟ طيب فإذا ما هي بعض الأشياء التي خرجنا بها من يوم أمس؟ بعض الأشياء, الأسئلة التي تعتمل في الذهن الآن حول موضوع الاستماع, موضوع القراءة عفوا. تفضل يا أستاذة. القراءة يجب أن يبدأها الطالب شفويا, يعني يقرأها ليس شفويا, صامتة. كويس. القراءة صامتة, هاي أول خطوة. إنه الموضوع تركيزنا هو على القراءة الصامتة. الخطوة الثانية حتى الطالب ما يكون محرج من نحكي أسئلة المعلم فيما بعد, يكون في نقاشات ثنائية بين الزملاء. أما بعد ذلك نتوجه للقراءة الثانية التي يكون فيها عمق أكبر. تمام. وبعد ذلك يستطيع المعلم أن يبدأ بطرح الأسئلة بعد القراءة الثانية, لكن تكون أسئلة نوعا ما متوسطة من حيث المعلومات الموجودة في النص, بناء على أنه هي قراءة ثانية. في القراءة الثالثة يكون الطالب يعني قد فهم الموضوع, وتكون الأسئلة في بعد القراءة الثالثة نوعا ما فيها نوع من الدقة اللي هي موضوع يعني القراءة الدقيقة, العمل على التفاصيل. فأسئلتنا في البداية يجب أن تتدرج من الأسئلة المفتوحة العامة إلى الخاص. يعني موضوع في البداية ماذا فهمنا, ماذا قلنا, هو ذكر شيء عن تاريخ مدينة القاهرة, ماذا قال, يعني ليس أن ندخل بالتفصيل الأول, يعني في أي سنة بنيت مدينة, يعني نترك يعني الأسئلة تذهب من العام المفتوح إلى الخاص. وبعدين طبعا ننتهي مثل ما شفتم امبارح بالاستماع, الاستماع الدقيق ايضا, يعني ننتهي بالقراءه الدقيقه, انه ناخذ بعض اجزاء ونقوم بتخمين بعض الكلمات التي نعتقد ان الطلاب يستطيعون تخمينها. ماذا ايضا؟ اشياء اخرى, مبادئ اخرى. هيثم, يكون هناك نشاط ما قبل القراءه, ويكون النشاط تسخين للموضوع وتهيئه الجو للحديث عن الموضوع الذي سنتكلم فيه. تمام, وهذا سنرى أنه ينطبق على الاستماع أيضا, يعني موضوع التهيئة, موضوع التسخين مهم جدا. ماذا أيضا؟ أي أشياء أخرى؟ لينا؟ القراءة الجهرية, كل الناس معروف للطالب. تمام. معرفة كاملة إنه لا يوجد أي كلمات جديدة. تمام. إنه على النطق والإتقان. تمام, وليس من الضروري أنه النص اللي استخدمناه للقراءة للفهم أنه نستخدم نفس النص للقراءة الجهرية. ممكن نص القراءة الجهرية نص كتبه الأستاذ, نص من شيء درسناه. يعني ليس من الضرورة أنه هذا النص اللي شفناه مبارح مثلا عن وزراء أنه يجب أن نقرأ قراءة جهرية, لا. ممكن أنت فبركي نص, ما عندي أي مشكلة إذن
انه نفبرك نص، نكتب نص للقراءة الجهرية، او ناخذ نص درسناه، نص اللي هو اشتغلنا عليه بالمفردات وبالقواعد، في مرحلة لاحقة ناخذه للنطق والتدرب على الإلقاء. جميل، جميل جدا. ايمن، هناك امرين تحدثنا عنهما في حوارنا الصغير مع حضرتك. الاول كان ان احنا بنعتبر مساله ان الطالب في المستوى الجامعي كامر مسلم به، ان هو قادر على ان هو يذاكر اللغه، ولكن هذا ليس صحيحا في كل الاوقات. في بعض الاحيان احنا محتاجين معلم هذا الطالب كيف يذاكر، ازاي يذاكر بشكل خصوصا. النقطة دي لما أثارت أعتقد إن هي نقطة مهمة إن إحنا نحطها في بالنا عندما ندرس اللغة العربية، لأن بعض هذه الطلاب لا يعرفون كيف يذاكر رغم أنهم على المستوى الجامعي. وموضوع المذاكرة هنا بمعنى يعني كمان إنه كيف يقرؤون، موضوع الاستراتيجيات، مساعدتهم على تطوير استراتيجيات الدراسة. وأنت على حق إنه بعض الطلاب أحياناً لا يعرفون كيف، يعني كيف يدرسون المفردات، أو كيف يقتربون من النص، أو كيف يقرؤون النص، أو كيف نقرأ نص في البيت. فهذا الذي بيعنيه الأستاذ أيمن بالمذاكرة، يعني إنه استراتيجيات الدراسة، استراتيجيات الاستيعاب تماماً. والنقطة الثانية كانت كيف نستخدم الوقت خارج الفصل بدلاً من نحن نحاول أن نستخدم وقت الدراسة وقت الفصل في كل شيء. يعني تمام. مثال حضرتك تقدمت بفكرة جيدة، استعمال يوتيوب for example. احنا ممكن أن نطلب من الطلاب أن يعملوا برنامج أو أي شيء ويضعوه على اليوتيوب، ثم يراجعون هذا بين كل الطلاب كمجموعة، يراجعون هذا العمل على اليوتيوب. تمام. وممكن أن نستخدم أيضا البلاكبورد أنهم يعملوا فيدباك لبعضهم البعض عن هذه المقطع. تمام تمام. فمثلا مطلوب من الطلاب يعملوا سكتشات بدل، يعني احيانا بسبب الوقت انه ليس عندك وقت لنعمل سكتش في الصف، فممكن تطلب من الطلاب تعملوا سكتش، صوروا نفسكم وحطوه على اليوتيوب وابعثوا لنا اللينك. اللينك هذا هو، اوكي هذا هو السكتش. يعني عمليه استغلال الوقت خارج الصف، يعني اذا وخاصه كثير منكم عندكم 3 ساعات او ساعتين ونص في الاسبوع، فهذا لا نستطيع أن نفعل كل شيء في الصف. هذا تكلمنا عنه في المناقشة أمس. أشياء أخرى تفضل أستاذ مجد. رأي يا سيدي أن يكون في عندي حصة قراءة جهرية وحصة قراءة صامتة، وأن توظيف القراءة الصامتة من أجل تفعيل القراءة وبالتالي الوصول إلى تدريب الطالب على الاستخلاص وعلى تفعيل الأفكار، تفعيل المفردات وما إلى ذلك. تمام. إنما يا سيدي الأجاني موجه وكثيرا ما يأتون. كويس. وبعدين أنا شرحت الدرس زي ما أنت حضرتك امبارح، يعني طلبت إنه اللي هي القراءة الصامتة، وبالتالي هناك نصوص أخرى للقراءة الجهرية. تماما. أليس من الجائز إنه نحن يعني زي ما تقول ونحن بندرس النص حسب استراتيجية القراءة الصامتة أن نكلف الطلبة ولو قراءة فقرات بسيطة بسيطة؟ هذه واحدة. اثنين، في باقي شيء حقيقة وهو أنه اللي هي ضعف القراءة مشكلة يعاني منها الناس في القاصي والداجي. تماما تماما. أنا أتوجه إنه السؤال كيف يمكن أن نتغلب على هذه القراءة، ضعف القراءة، ضعف القراءة بشكل عام. هل تعني بضعف القراءة الجهرية؟ أوكي بدي نحدد. أوكي جميل. طيب أولا يعني نريد أن يكون عندنا حصة للقراءة للفهم وحصة للقراءة الجهرية. لا أريد أن أضع الاثنين على نفس قدم، على قدم المساواة. يعني لا أريد أن يكون عندي حصة، يعني عندي 30 دقيقة للقراءة الجهرية، هذا قاتل. يعني القراءة الجهرية تتم ب 10 دقائق 12 دقيقة وانتهينا. أما القراءة الصامتة مثل ما شفنا مبارح، يعني هذا النص تاع وزراء الحكومة الأردنية، أنا لو كنت سأقوم به بشكل جيد أنا بحتاج لساعة وربع، وحنشوف ليش. أنا النص في الحياة الحقيقية لما بعمل هذا النص أنا باخد ساعة وربع من 75 دقيقة حتى أعمله بالشكل على مزاجي، وحنشوف كيف، حأوريكم بعض مقاطع من نفس فلا يمكن أنه أقول أنه عندي حصة القراءة الجهرية وحصة القراءة، يعني لا، هما ليس على أوكي. فقراءة الجهرية دائما وقتها بيكون محدود، والشيء الذي أشجع عليه أنا شخصيا هو أن نأخذ القراءة الجهرية أيضا خارج الصف، بمعنى اللي عندكم بلاك بورد خلي الطالب يسجل على بلاك بورد، يسجل سجل وقراه عدة مرات وابعث لي ساوند فايل
وهذا. وحتى إذا كنا سنقوم بالقراءة الجهرية في الصف ولا مانع من هذا، أحب بدل من أن نعمل فقط الأستاذ والطالب، خلي الطلاب يشتغلوا في مجموعات وخليهم هم يصححوا لبعض. يعني إذا حتى القراءة، وحتى إذا لم أكن قادرا على أن أصحح كل طالب، ولكن مجرد التدرب نفسه أنه كل واحد منهم يقوم كذا، وأنا كأستاذ أنا أقوم بالدوران بينهم وإعطاء التصحيح والتوجيه، هذا برأيي أوقع وأفعل من أنه أوكي أنت كل الطلاب قاعدين عم يسمعوا بعدين أنت، وخاصة إذا عندي 20 طالب في الصف هذا حياخد ساعة يعني. فالأفضل أوكي حناخد 10 دقائق كل اثنين مع بعض حنقرأ هذا بسرعة، بعدين أوكي ممكن نقلب المجموعات كمان اثنين، ممتاز انتهى 10 دقائق انتهينا. موضوع ضعف القراءة الجهرية أستاذي هو أوكي، يعني هذا بيحتاج إلى عمل، بيحتاج إلى تدريب. أنا لا أريد أن أقول أنه لا يجب، يعني يجب أن نخصص وقتا للقراءة الجهرية بشرط أن تبقى ضمن حدود، لأنه التدرب على النطق والتدرب هذا يحدث من خلال القراءة، وممكن يحدث أيضا من خلال الكلام. يعني إحنا إذا عم نشتغل على النطق وعم نشتغل على الحروف الشمسية من خلال مهارة الحديث الجمعي. الشيء المهم جدا أنه أن لا نقع في أنه أول نص عندما نتعامل مع نص أصلي نطلب من الطلاب قراءته قراءة جهرية، هذه إشكالية كبيرة. وجدا دكتور، أنا بس مجرد أريد أعطي شيء من تجربتي الذاتية. تفضلي. النص بعد ما يسقط عسكريا أعطي النص المغنى، القصائد المغنات، أعطي للطالب قصيدة نفس القصيدة مثلا لكاظم الساهر أو شيء، أو ماجد الرومي، أو ماجد الرومي أوكي، وهذا النص أعطيهم إياه على هيئة لينك ويبدون يسمعوا خارج الصف ويبدأ الإلقاء يكون صحيح جدا. هذه هي الطريقة اللي استخدمتها للقراءة الجهرية. جميل، حلو كتير، جميل جدا. مرات سوسن تذكر من جهة غنت الأغنية جميل. وطالب آخر يخجل يغنيها فكان يقرأها قراءة جميل جدا. ولكن أنت أخذت القصيدة ودرسناها وحللناها ودرسنا جميل عظيم. طيب أيوة تفضلي مرات. نقطة ثانية تكلمنا عنها هي أنه نعطي نتحدى الطالب في مرحلة يعني في القراءة بمادة أكثر من استطاعته بقليل لنعطيه فرصة التقدم أو للفرصة اللي تماما تماما اللي هو شيء بالحقيقة. نصوص القراءة للفهم هي دائما لازم يكون فيها اللي بسميه الاي بلس 1 اللي سماه ستيفن كراشن كومبريهنسيبل انبوت، اللي هو شيء في مستواه بس بلس 1 يعني بلس بده يكون في ستريتش. لانه بالتدريب لما نحن عم نروح على الجيم وعم نعمل رياضة، اذا دائما عم برفع نفس الحديد يعني اوكي عم برفع 15 باوند وعملناهم 20 مره، اذا ما حدا اضاف لي 5 باوند عضلات مش حيتطوروا. يعني دائما اذا نحن عم نقرا اشياء طالب بيعرفها تماما، برافو، نقطه مهمه جدا انه دائما comprehension plus 1. هلا ال1 هذا صعب كثير، انه كيف نعرف ال1، كيف نعرف نتاكد انه هال1 مش محبطه، مش 14 هي مش 1. ما بجوز ال1 لواحد ثاني بيكون 5. اوكي اوكي جميل. ومن هنا معرفتك انت بايقاع الصف وجو الصف ومستوى الطلاب. يعني في طلاب بالنسبه لهم يعني القراءه حتبقى يعني تحدي بدك تتعامل معه ضمن هذا، ولكن انت عم تحاول تفكر بمعظم الطلاب اللي في الصف ولا تفكر فقط لا بالاقوياء جدا ولا بالضعفاء جدا. كويس اوكي. طيب اردت قبل ان نبدا ان نفس النص اللي أخذناه بالأمس اللي هو نص الوزراء، أريد أن أخذ فقط مرحلة التسخين. يعني عندما أنا درست هذا الصف قبل أشهر يعني كان قمت بمرحلة التسخين، فأريد أن أرى الفيديو وما هي بعض الأشياء التي قمنا بها يعني في الصف، وأرى إذا كان هناك تعليقات أو أشياء مثل هذا. عندي صورة غريب، عندي هنا صورة ممكن، لا هذه أوكي، عندي صورة أوكي، هذه صورة شوفوا كويس صورة أوكي. كان مين في هذه الصورة؟ مين في هذه الصورة برأيك؟ مين هذه الصورة؟ لمين هذه الصورة؟ الناس في حكومة، ده الناس في
الحكومة، أي حكومة الآن. كويس، مرة ثانية برافو عليك. شو قالت لي هي الأمريكية؟ شو قالت لي هي بالأول؟ الحكومة أمريكية. فشو عملت أنا؟ ها؟ شو اللي عم يحدث هنا؟ تصحيح لما الحكومة أمريكية أو الحكومة الأمريكية، هذا تصحيح شو؟ تصحيح قواعد دون أن تدري الطالبة أن هذا القواعد. أوكي، فلاحظوا أنه بكل النشاطات في معارك. الأستاذ عارف شو هي المعارك، مع أنه في الحكومة الأمريكية وكتبناها على اللوح. جميل. عندنا الناس في الحكومة الأمريكية وزراء. يا ماما مرة ثانية. وزراء، من أي كلمة هذه وزراء؟ وزراء من، نحن نعرف كلمة وزارة، والرجل أو الإمرأة في الوزارة هو جعفر في علاء الدين. ها جعفر، ها جعفر كان، هو جعفر كان وزير. إذا عندي وزير ووزير 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 وزراء. لاحظوا نفس الكلمات اللي انتم طلعتوهم من امبارح. ودونت 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 دوانيس دوانيس وزراء. والسبب انه الدونت في طالبه كانت جابت دونت فمحطوطين، ف اوكي وزراء ودوانيت. اوكي طلعت ليش لا؟ ها؟ طبعا، ما هو طبعا جعفر من في طالب امريكي ما بيعرف علاء الدين يعني طبعا، فجعفر هو وزير يعني. اوكي، هنا في هذه الصوره، فاذا هذه الصورة مين هنا في هذه الصورة؟ محمد بالعربية، أنا ما بعرف هذا. فهذه الصورة، فإذا من في الصورة؟ الناس. هل نقول ناس؟ موظفون. من هم الناس هنا؟ من هم الناس؟ كل الناس. الحكومة، ولكن من في الحكومة؟ نقول الطلاب في الحكومة. ألو؟ أنتم قلتم الكلمة هنا. أها، فإذا هذه الصورة هم، من هم؟ هم الوزراء. أوكي، عندي هنا، عندي وزير وعندي وزراء وعندي هذه الكلمة، ما هي الكلمة؟ وزارة. فإذا هنا في الصورة مين عندي هنا في الصورة؟ وزراء. وزراء، برافو. في الحكومة الأمريكية، وزراء في الحكومة الأمريكية مع من؟ مع مرة ثانية؟ مع الرئيس. أها، مع الرئيس، مع الرئيس، أها، مع الرئيس، مع الرئيس، الرئيس الأمريكي، الأمريكي، ممتاز، مع الرئيس الأمريكي. وين هذه الصورة؟ وين هذه الصورة في رأيكم؟ في 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 مرة ثانية، في مع بعض، في البيت الأبيض. مرة ثانية، في البيت الأبيض. وأنت بيتك أبيض؟ بيتك أبيض؟ لا لا، أحمر و براون. أوه، هذا أجمل. أنا في رأيي هذا أحسن من الأبيض. بيت الأبيض هذا ممل. البيت الأبيض، فهذا البيت الأبيض جميل جدا، ممتاز. البيت الأبيض جميل. طيب، هل تعرفون أي شخص في هذه الصورة؟ هل نعرف أي شخص هنا في هذه الصورة؟ هل تعرفين أي شخص؟ أوكي، أوباما، الرئيس أوباما. هل نعرف؟ الرئيس الثاني. اها، الرئيس الثاني، شو اسمه؟ جو بايدن. طيب جو بايدن، شو هو جو بايدن؟ الرئيس الثاني. ممكن بايدن، انت قلتي رئيس اوباما مات.
بايدن سا سا الرئيس. إذا لا سمح الله لا سمح الله God forbid أوباما مات، جو بايدن سا ممتاز سا الرئيس. مات بايدن سا الرئيس. نحن كنا هنا في الدرس الثامن، هم حيدرسوا يكون بالدرس 12 والمستقبل حيدرسوا بالدرس 12، فأنا ما أعطيتهم، أنا قلت لهم الرئيس بايدن أو بايدن سا. في طالب قال لي سيكون، أوكي سيكون، أعطاني هو إياه، مع أنه هذه لم ندرسها بعد، يعني هذا إمحاص لما سيأتي. وبعدين هي لما قالت لي هنا بايدن هو الرئيس الثاني، انا كان ممكن لا نقول الرئيس الثاني، هو نائب الرئيس، وحكتب له نائب الرئيس، هذا خطا، حرقت له الموضوع، حرقت له الفيلم. يعني بدنا نتذكر احنا انه خلينا ساكتين، خلينا نلعب مع اللعب، انه هو وحده قالت لي هو الرئيس الثاني واللي هو جميل، فانا كتبتها على اللوح، هنشوف هنرى، اللي هي وضع الاسئله توقعات إرهاصات سنأتي. ولاحظوا عملية الشغل، لاحظوا عملية الشغل أيضا على موضوع النطق، الرئيس، الرئيس الأمريكي، الرئيس الثاني، كلها العملية مستمرة في نفس الوقت. ومين كمان تعرف في الصورة؟ في أحد تعرف في أحد في الصورة هنا؟ في أحد أي شخص تعرف أي شخص هنا؟ هي هيلاري كلينتون. أها هيلاري. زوجة بروكلين. ممتاز، فيها؟ هي زوجة هي متزوجة الحمد لله كويس هي ولكن هي زوجة هي أنا أسمع هي متزوج ولكن هي في الإضافة كيف نقول هل نقول هي زوجة بيل كلينتون هي زوجة بيل كلينتون هي زوجة بدي أسمع في الإضافة عندي إضافة هنا هي زوجة ما بنقول أبو يا مام صباح الخير أوكي هي زوجة بيل كلينتون طيب وهي لماذا هنا هي في الصورة هي زوجة هل هذه وظيفتها عندها وظيفة أنها زوجة بيل كلينتون هي وزارة الخارجية برافو ال يا مام هي مرة ثانية هي وزارة الخارجية برافو برافو جميل برافو عليك هي في وزارة الخارجية يعني هي وزارة هي أنا أحب الإضافة هي وزيرة وزيرة الخارجية مرة ثانية هي وزيرة الخارجية هي وزيرة الخارجية كل هذا إضافة هي لاحظ كمية الوقت اللي رايح على شو عم يصير هون كل هالوقت هي موضوع تاني بس لاحظوا كمية مش وزير وزيرة وزارة هذه من المفردات الجديدة تاعتهم هذه من المفردات الموجودة في هذا الدرس فنحن عم نشتغل على هيئة القراءة بس بنفس الوقت عم نتدرب على التفعيل لاحظوا هم من الواضح ضايع الامور عندهم شوي بين وزير ووزاره ووزيره وموضوع الاضافه لاحظوا موضوع الاضافه هنا هي من المعارك المستمره يعني المعارك الاساسيه بالنسبه لي فعم نشتغل عليها بنفس الوقت اللي نحن عم نهيئ فيه لنشاط القراءه المبدا الاساسي هو دور الاستاذ يعني انت مايسترو اللي عم تحرك مش انت حتقول اي شيء يعني تعطينا منهم خليهم هم يفكروا يعني هم اوكي اضافه وزير وزيرة في سؤال كان في
انا معلش هخرجك عن المود شويه. How many class كم فصل تدرس في اليوم؟ تقريبا 2-3 احيانا. اوكي بتحس بايه بعد ما بتخلص؟ تعال طبعا اكيد اكيد التدريس سهل. انت يعني انت على خشبه مسرح، انت الاستاذ. شوف الاستاذ هو ممثل. نعم انت ممثل بالصف، يعني انت اذا واقف بالصف يعني اوكي كيف يعني نجي كيف سيستمتع الطلاب بالنشاط؟ يعني انت ممثل، انت دخلين يعني عم يعملوا اخطاء وعم بيصحوا ولكن عم نضحك بالموضوع وعم ناكل دونتس كمان. مهم بجوز افتراض من الكلام هذا ان الاستاذ لازم يقدر يمثل مثل اوبرا وينفري او هوست يعني توك شو، يعني لازم متحرك ومتكلم وعنده يعني احتراق وحماس شويه مش كثير، هذا يمكن اكثر من اللازم. يعني متحفظ يعني الشخص وين ممكن عنده صعوبه في تعليم العربيه؟ لا طبعا لا انا لا اعتقد كل استاذ كل لا 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 انا لا اؤمن بهذا الموضوع. يعني هذا نموذج، هذه انا شخصيتي انا، ممكن استاذ ثاني بشخصيه يكون فعال جدا وممتاز جدا بشكل اخر، بشكل اهدى، بشكل يعني كل استاذ له شخصيه. اوكي انما لازم تكون ديناميكيه. الديناميكيه يعني استاذ قاعد حاطط الكرسي اوكي، هذا شيء انا لا يمكن ان اتصوره استاذ، خاصه بالنسبه يعني انا ممكن اجلس اذا انا مثلا في السيمينار مع طلاب دراسات عليا كويس، بس في الصف الاول استاذ نعم عندنا النص، ممكن تفتحوا من فضلكم النص، نريد الان ان نقرا النص ونفهم الاشياء في النص. فمن نرى هنا في الصوره؟ من هو؟ يعني في وهذا الصف كان الساعه 8 الصبح بس كان محمود هو مش هيجيب صوره اساسا، اللي هيعمل كده مش هيجيب صوره دي عشان يستعملها اطلاقا، ده هو هياخد اللي في الكتاب افتح صفحه كذا ايوه انت اعمل جمله واحده وانت اعمل جمله كمان فاصحى انت. لا اريد ان اقول انه انت لازم بس، ولكن ان يكون هناك ديناميكيه حيويه تتناسب مع شخصيتك. اوكي انا اعرف اساتذه رائعين جدا ممتازين جدا بديناميكيه مختلفه، يعني انا لا اريد ان اقول اريدك ان تكون هذا لا، ولكن السؤال الذي اطرحه هي موضوع الحركه، في حركه في الصف، في عمليه جذب الانتباه، في عمليه في كل يعني مثل ما بنقول قاعدين في مباراه كره القدم وفي بنالتي كيكس ومش عارفين امتى حتيجي الضربه لعندي، يعني لازم نكون منتبهين جدا لهذا. ولاحظ الشيء المهم اللي انا بدي اطرحه بعمليه التسخين، لاحظوا انه عمليه التسخين يعني طبعا من ناحيه انا مهتم اللي في ذهني هو النشاط الذي انا بصدده هو النص القراءه والتسخين، لكن ايضا الاضافه الكبير اللي هو المعارك اللي عم حاربها انا بهذا الصف، موضوع الاضافه، موضوع تفعيل المفردات، موضوع اللحظه اللي قعدنا الوزير ووزاره وزوجه بيل كلينتون، هو هذه مستمره يعني كله مربوط ببعضه بالنهايه. وزيره الخارجيه برافو. فمين عندنا هنا؟ يلا مين كان من هو اسمه تيمي ايوه هو وزار برافو هو الوزير برافو عليك برافو وزار الوزار هو وزير طلعتها هي بنفسها هو وزار وزير الاقتصاد عندنا وزير الاقتصاد جميل جدا اي شخص اخر؟ دانكن وين دانكن؟ دانكن او دانكن اوكي هل هذا بسبب دانكن دونتس؟ نعم اوكي دانكن وين دانكن؟ هو كان في الصوره دانكن هو هنا هو هنا هو هنا هو الجاكيت هو 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 وزير الدراسة. أوه يا ماما برافو عليك. هو شيء جميل. هو وزير الدراسة. بدل ما إنه لا نقول وزير هو وزير التربية. حرق الموضوع. حرق نفسه.
قال لي وزير دراسة حبوسه من بين عيونه. جميل، ما بيعرفش لا تربية ولا بيعرف تعليم. بيقول لي وزير الدراسة مش حقيقي صحيح. لا، هو ليس وزير، هو وزير التربية. ما بيعرفش كلمة تربية. اتركه، وأنا عارف إن التربية موجودة في النص. فأنا حياخد الآن وزير الدراسة كسألة كسكافولدينج يعني، وحنجي له بعدين هو حيرجع يطلع. أنا حقول لهم هو شو حيطلع هو وزير التعليم؟ حنطلع من النص، بس مش هأحرقها أنا الآن ويجي يقول له هو وزير التعليم بالراحة. قال لك وزير الدراسة، قال له يا سناء مبارك. سؤال، بيصير أوقات إنه التلميذ يحفظ الغلط؟ لا، أنا ما بأمن، أنا شخصيا ما بأمنش إنه حدا بيحفظ الغلط. أوكي، طالما في إنتاج، طالما في تعرض لإنتاج وفي تصحيح هتختفي، ما حدا حيقول له هو وزير الدراسة يعني بعدين. الآن بهذه المرحلة طلعت وهي تعلمية جميلة يعني. وزير، وزير الدراسة، الدراسة، وزير اللي هو وزير الدراسات. أحلى موضوع الدراسة. الدراسة. هذه مش إضافة. برافو، هو وزير الدراسة. جميل. طيب، وزير الدراسة هذا ممتاز، هذا جميل، ولكن بالحقيقة عندي كلمة ثانية. مثل هنا الرئيس الثاني، حنشوف شو هي الكلمة. هنا وزير الدراسة، أريد كلمة جديدة للدراسة، لكن بعد شوي، ولكن برافو. الآن أصبح عندهم كل التأكيد. يا ماما سلامتي إليها، أوكي جميل. في طالب، في طالب قال لي وزير التربية، هذا طالب كان طالب هيريتج. قلت له جميل سلامتي إليها، ما أخذتش الكلمة منه لأنه ما بديش أعمل قضية، لأنه هو الوحيد كان اللي عرفها بس هو هيريتج. قلت له جميل سلامتي إليها. أنا ما زالت معرفتي إنه بدي الدراسة. مش حاجي أخذها وأحرقها هون. حط وزير التربية لأنه اللي أعطاني وزير التربية هو طالب هيريتج، وهذا ليس هدفي. هدفي أنا إنه أخذ وزير الدراسة وإن هم يرجعوا يطلعوا من النص وزير التعليم. في وقتها. في وقتها. تمام. فهنشوف. جميل. برافو. هنشوف. أوكي. ماشي. طيب. فإذا هذه صورة. هنا عندنا صورة ثانية. مين هنا في الصورة؟ مين هنا في الصورة؟ مين عندنا هنا في الصورة يا أستاذ؟ الرئيس المؤتمر. إن شاء الله، ولكن هذا صعب شوية. أوكي، فإذا عندنا هنا، مين عندنا هنا في الصورة؟ مرة ثانية؟ رئيس الأمريكي. أها، مرة ثانية. أوكي، هل نقول الرئيس أو الشمس؟ شمس، أنا أحب الشمس، وين الشمس؟ الرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي و الملك. الملك. أوكي، الملك الأردن. عندي مشكلة هنا، مشكلة بسيطة. الملك. شفت موضوع الصفة؟ موضوع الصفة. شو رأيكم؟ اسم البلد؟ ما اسم البلد؟ أها، ممكن أقول ملك الأردن أو يا ماما. انت لازم تاكل دونت اليوم. اوكي، الملك الاردني. برافو، ملك الاردن، هذه اضافه كويس. ملك الاردن او الملك الاردني اسم وصفه. اوكي، برافو، جميل جدا. طيب، عن ماذا يتكلم؟ يعني هو في البيت الابيض الان، عن شو يتكلم ملك الاردن مع اوباما؟ عن شو يتكلم؟ شو برايكم عن شو يتكلم؟ عن برافو، عن السياسية. هذه صفة. برافو، اعطيني خمسة. برافو عليك. اوكي، عن السياسة، جميل جدا. برافو، عن السياسة. شو كمان؟ شو كمان بيحكوا؟ عن إسرائيل. عن إسرائيل طبعا، دائما في حكي عن إسرائيل، كويس. وشو كمان؟ التجارة. التجارة
يا سلام يا سلام يا ماما، انتم ممتازين عن التجاره، شو كمان؟ وعن عن الاقتصاد، برافو. شو كمان؟ عن الجيش. وعن ضابط كبير في الجيش ممكن؟ اوكي، شو كمان؟ برايكم؟ ممكن عن الدونات، اذا كان الملك الاردن يحب الدونات، هل هو يحب كريسبي كريم او دانكن دونات؟ ها؟ عن الثقافة، جميل، عن الثقافة، برافو. ولكن في الحقيقة هو يتكلم معه عن الحكومة الأردنية الجديدة. في الآن حكومة أردنية جديدة في الأردن، والرئيس أوباما لا يعرف عن الحكومة الأردنية الجديدة، هو لا يعرف. هناك حكومة جديدة في الأردن والرئيس أوباما لا يعرف، فهو يريد من الطلاب في صف العربية أن نقول له أشياء عن الحكومة الأردنية. فممكن تفتحوا الكتاب من فضلكم، تفتحوا الكتاب، عندنا هنا في الكتاب شيء جديد هنا، ممكن نفتحها، تمام؟ فممكن نفتح الكتاب هنا، جميل، برافو، تمام تمام تمام، اوكي. فنحن يعني نريد انه هل الرئيس اوباما بان يعرف عن الحكومه الاردنيه الجديده، فنحن وجدنا هذا، انا لا اعرف ما هذا، فاريد منكم الان انه تعملوا سكان، كويك سكان، يعني في أربع دقائق، 4 minutes. I don't want you to read word by word. I want you to scan the text, okay? تمام؟ لا أريد. وبعدين مرة بنا. Okay. Bye. Okay. شو اللي بيطلع منه؟ Okay. يعني هذا الموضوع، لاحظوا هنا الصورة الكبيرة. أنا حددت أن أختار هذا المقطع بالنسبة لي. هناك هدف هو التمهيد لنص القراءة. يعني أنا أعتقد في هذا التمهيد الطلاب يعني أصبح عندهم وعي إنه أوكي، يعني في عندنا ميدان المفردات، وزير ووزارة وسياسة وتجارة واقتصاد تعليم ودراسة تدريس، هذا فعل عندهم هذا، يعني أصبح في نوع من، تكلمنا عن رئيس أوباما إنه أصبح الآن عندما هم بدهم يقتربوا من الناس أصبح في نوع من التوقعات، بدل من إنه أنا أدخل إلى الصف، دخلت إلى الصف صباح الخير، خذوا وقرأ. الصلاة على النبي. فهذا هو الموضوع، موضوع التهيئة والتمهيد. وأردت أيضا أن أخذ هذا المقطع حتى يعني موضوع في كل الأمور مرتبطة بعض، يعني موضوع تفعيل المفردات المستمر، إنه مش بس فعلنا المفردات، كلمت بحصة المفردات، أنا كنت عم فعل مفردات هنا، أنا كنت عم فعل قواعد وتطبيقات تماما من خلال انتاج الطلاب. وان يكون الاستاذ دائما متنبها الى موضوع يعني الدقه موضوع الدقه، يعني مش موضوع انه هو الطلاب بالسنه الاولى ويلا نحن، انا ما بوقف، انا شخصيا يعني هذا يعكس فلسفتي انا في التدريس، انا لا اؤمن بانه بس طالب لازم بس يحكي، يعني هناك فضاءات للحكي وللكلام، بس في ايضا في تنبه للنطق للدقه. اذا ما عملنا هذا طالب بنهاية، يعني بعد عم يقول هو يدرس، هو أنا أحب السياسية، وأنا هو أنا من مدينة واشنطن، إذا ما عملنا هذه يلاحظوا الأشياء اللي ركزت عليها أنا، هي موضوع الإضافة، موضوع اسم والصفة، اللي هي المعارف الأساسية بالنسبة للقواعد، موضوع النطق، وزير، وزراء، وزير خارجية، أوكي. أسئلة، أي أسئلة قبل أن نقفل موضوع القراءة؟ ملاحظة يعني على التسجيل، إحنا على دقيقة يعني 13، فيعني تقريبا في ربع ساعة استمرتوا في هذا الدرس في تسخين، يعني هذا جزء كبير من الحصة. هي أنا أخذت بالحقيقة أكثر، يعني هنا الفيديو 36 نحن عملنا، هو كان في الحصة كلها كانت 75 دقيقة، يعني كما قلت الحصة اللي أخذتها عادة نحن عنا يوم الاثنين والأربعاء والجمعة 50 دقيقة، يوم الثلاثاء والخميس 75 دقيقة. فأنا بترك القراءة عادة للحصة بتاعت 75 دقيقة. فهذا يعني أنا أخذت يعني هذا 36 دقيقة، لأنه في الطلاب الوقت اللي كانوا جالسين عم يقرأوا بشكل صامت نحن قطعناه.
فبالنسبة لل 75 دقيقة أنا شعرت إنه كان كويس. لو كان الحصة 50 دقيقة كنت حأضغط الموضوع شوية أكثر. فهو يعني عملية، بس الذي أريد أن أقوله نصوص القراءة هذه تحتاج إلى وقت إذا بدنا نعمل بهذا الشكل. فأشجعكم أن تحاولوا تجدوا يعني الوقت عندما يكون عندك 50 دقيقة، إذا كان عندك حصتك 65 دقيقة جميل، خصصها كلها لنشاطات القراءة اللي فيها تطرح أشياء للتفعيل مهمة جدا. وهذا يفسر الدكتور أنه رجوع بعض المدارس إلى وجود أنا بعتقد هذه يعني 50 دقيقة أحياناً بالحقيقة ما بتكفي. يعني بدنا نشتغل مع الواقع الذي نعيشه، ولكن كما قلت أنا بالنسبة لي أنا بحاول أستغل الحصص الكبيرة طويلة شوي في نشاطات الاستماع والقراءة. ما بتسمح لي بالقيام بأشياء كثيرة لي. دكتور، في نشاط بكرة وبعد بكرة نشوف مثلاً إذا عندك فيديو نسجله. بدايات المرحلة الابتدائية. في فيديوهات كثيرة مش أنا بدرسهم، في حوالي 22 فيديو بكرة مش حوريكم إياهم بكرة، بس أعطيكم اللينك. موجودين اللي بعتلكم هم موجودين كلهم موجودين. بس بدي اتاكد، لانه احيانا يعني ما زلنا هنا بالسمستر الثاني، يعني في بدي اتاكد انه الكل فتح، حتى الكل ما بدي واحد قاعد. فانا عم دور ما قلت لهم هم فاتحين على الدرس، بس بدي يشوفوا الصفحتين، يعني اتاكد انه هم عم يشتغلوا مع الصفحتين مع بعض. في المدرسه التي ادرس فيها يعني عندنا يعني خطه معينه لكل فصل او للدرس. Do now, lecture and activities and exit ticket. تمام. في الجزء الوسط وفي الآخر يعني يتناسب مع الاستراتيجية اللي احنا نتعلمها الآن. ولكن في الأول اللي هو do now. I have to have يعني لازم يكون عندي شيء في الأول أول ما بيخشوا الفصل إن هما يشتغلوا فيه، وبعد كده نتكلم في الوقت. فهل ممكن التوفيق ما بين ال yeah, do now إيه الشيء اللي بدك تعمله يعني؟ لدونا هو المفروض ان هو يكون شيء من المره الماضيه. اوكي. قبل ان تدخل يعني هذا نشاط جديد اللي هو بالنسبه للقراءه. فدونا انت ستاخذ شيء من الاشياء اللي عملتها من قبل. وتعيد يعني مثل ما عملنا نحن في الصباح دونا وتكلمنا عن تدريس القراءه او من الاشياء يعني. انت ذكرت في عندك خمس ايام في الاسبوع. خمس ايام. وذكرت من عن الفعاليات ونشاطات الاستماع والكتاب تتركها للايام الطويله. يعني هل هناك الطلاب يعني هل هناك عنصر مفاجئ بالنسبه لهم؟ يعني اليوم هم يعرفون ان اليوم نشاط كتابه او نشاط استماع؟ طبعا يعرفون. من الجدول اللي انا عرضته باول يوم في جدول اللي هو موجود عند الطالب عنده من يوم الثلاثاء في الصف نشاط قراءه. أنا ما بقول لهم شو هو نشاط القراءة، نشاط القراءة الواجب عندهم جدول هم عارفين لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع كل يوم ماذا سيحدث في الصف وما هو المطلوب للواجب. هم عارفين إنه عندنا نشاط قراءة في الصف. يعني ليس هناك مفاجأة، هناك مفاجأة. لا هذا موجود في الجدول. بس المفاجأة ما بتمشي. لا المفاجأة طبعاً، وبعدين يعني حتى بالنسبة يعني مثل ما قلت في عندنا ست سكاشن، كلنا بدنا نكون عارفين الست سكاشن كانوا عم يعملوا مص القراءة في ذلك اليوم. والست سكاشن عم يعملوا نشاط قراءة بهذه الطريقة. ونفس النص. الست سكاشن أبدا ماشيين بنفس النص، طبعاً شخصيات الأساتذة مختلفين، بس الستة عم يعملوا تمهيد. يعني نحن قبل ما نروح على الصف حتى المنسق المجموعة بيبعت للكل إنه أنا هعمل تمهيد بهذا الشكل. أنا هستخدم هذه الصورة، ممكن أستاذ تاني ما بده يستخدم الصورة دي. كويس. جيب صورة تانية. نجيب صورة ثانية أو تعمل تصريح بس إنه في الكل بيعمل تصريح.
والكل بده يشتغل بنفس الطريقه، يعني ما حدا حيدخل الى الصف يعمل قراءه جهريه مثلا نفس الطريقه. اوكي، شكرا جزيلا كبيرا كثيرا. وشيخنا ننتقل الان الى لموضوع باتل، هذه كيف نعمل عمليه التقييم. والشيخ محمد بدك توصيله الكمبيوتر. كمبيوتر؟ ممكن؟ طبعا. تمام التمام. عندك صوت ولا انت بدون صوت؟ انا عندي صوت في مصر وصوت في امريكا، فبصوت في الحتتين يعني. يا سيدي ان شاء الله. ايوه. تصويت مستمر. اها. تعال يلا. انا هعمل ده من غير كهرباء. ف بسرعة. لا مش هحط الصوت ولا حاجة، بس هنتكلم على عظيم. تمام التمام تمام التمام. والميكروفون اوكي هنا. اوكي ماشي. تسلم ايديك تسلم ايديك. تمام اوكي. انت محتاج تمام التمام.